انا مش زعلان ان هم شكوا فيا، الصدمه كانت شديده عليهم. انا لو مكانهم كنت هفكر كده. ولا يهمك يا سي مختار. اللي انا زعلان عليها سماح ان اشوف شقايا وشقى ابويا قدام عينيا وبيضيع ومش عارف اعمل له حاجه. كفايه انك صرحتهم بالحقيقه وخلصت ضميرك. يا ريتني ما قلت لهم، يا ريتني ما قلت لهم. ما تعملش في نفسك كده يا اخويا، انت كده هتموت نفسك. يا ريتني اموت واستريح بعد الشر عليك. اوعى اسمع منك الكلمه دي تاني، ده انت روح اللي بتنفس بيها. دول لو يعرفوا رجولتك وجدعنتك كانوا شالوك من على الارض شيل. يا سماح، دول شككوني في نفسي، قالوا اني اناني وبتاع مصلحتي. فاشر، ده انت راجل وسيد الرجاله، والدليل على كلامي ده جوازك ليا. يمكن اول مره اقولك الكلام ده، بس هي دي الحقيقه. انت حمتني من كلاب سكك كتير كانوا ممكن ينهشوا في لحمي لو كنت لوحدي. فتحت لي حضنك وبيتك في الوقت اللي كلهم قفلوا ببانهم في وشي. تبقى جدع ولا مش جدع؟ اصيله يا سماح، ده العشم برضو. اجازه شهر يا سعد؟ معلش يعني، اصل انا تعبان ومحتاج استريح شويه. ايوه بس كده الشغل يتعطل. لا لا هيتعطل ولا حاجه، في زملاء كتير ممكن يشتغلوا بدالي. سعد مفيش حد زيك. اصل في يعني في امور عائليه كده لازم اخلصها بنفسي. عموما براحتك بقى، لما بابا يجي انت ادخل قدم له اجازتك وشوف هيقول لك ايه. لا انا افضل تقدميها له انت. ليه يا سعد؟ بصراحه مش هقدر استحمل ان هو يضغط عليا وانا مش عايز اعمل مشاكل. للدرجه دي؟ انا مضغوط قوي يا صفية، مضغوط بجد وعايز استريح. طب تسمح لي اعزمك على فنجان قهوه بره المكتب ونتكلم مع بعض شويه؟ يعني مش دلوقتي عشان انا مشغول ومش وقته يعني. لا هو ده وقته. بقول لك ايه، انا مش هسيبك غير واحنا الاثنين بنشرب فنجان قهوه مع بعض وبنتكلم. ممكن؟ يا رشا، خطيبك يتكلم ولا لا؟ كلمها على الموبايل من يومين ما ردتش عليه. ليه كده يا بنتي؟ بابا ده خطيبي وانا حره في معاملتي ليه. مش جايز كان بيكلمك عشان يصالحك. قلت لها كده ما سمعتش كلامي. نشفان دماغك ده هيطيره منك. انا هكلمه اشوف حكايته ايه. بابا لو سمحت. لا بنت، ده خطيب بنتي ومن حقي اكلمه من الموبايل بتاعي زي ما انا عايز. ثم الكارت اللي فيه ده بتاعي ولا بتاعك؟ الو. ايوه يا عمي، معلش اصل ما كنتش فاضي. رشا؟ لا مش هقدر اكلمها دلوقتي. ايوه عندي شغل، لما اخلص قول لها بعدين، قول لها هيبقى يكلمك بعدين. يلا سلام. شكلك حزين قوي يا سعد. اول مره اعرف يعني ايه حزن بجد يا صفية. مالك فيه ايه؟ احنا مش اصحاب؟ ما تحكي لي. فراق ابويا مأثر فيا قوي ومرر عليا عشت. انت حساس قوي يا سعد. يمكن. تعرف انت لما هتاخد اجازه المكتب هيبقى ضلمه قوي. ده بس عشان انت بتحبيني. يمكن. شكل صوته كده بتغير زي ما يكون زعلان. امال يعني عايز يكون فرحان؟ ده ابوه لسه ما فرسش في تربته. بابا. نعم. بقول لك ايه؟ نعم. هو لما انت قلت له اجيب لك رشا قال لك ايه؟ قال لي بعدين 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 ابقى اكلمها، انا مش فاضي دلوقتي. وراح دلقني زي الجردل. طب وده معناته ايه ده؟ معناه ان بنتك تقلت عليه لحد ما فطسته وطفش. يا لهوي طفش! لا 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 لا، سعد عمره ما يعمل كده ابدا. اهو عملها يا اختي. هو انتوا عمركم قعدتوا ثلاث ايام بحالهم زعلانين من بعض؟ فعلا دي اول مره يعملها. انا فقري وانت بنتي واكيد طلعاني. يا راجل تفي من بقك، فلا الله ولا فالك. ايه الفال الوحش ده؟ انا خايف قوي يا مختار. خايف من ايه بس؟ اصل دي لعبه خطيره، ولو البوليس مسكنا ممكن نروح كلنا في 60 داهيه. لو خايف من البوليس امضي لي على التوكيل وسيبني العبها لوحدي، وليك عليا هقبضك نصيبك وانت قاعد في بيتكم. طب
افرض اتقفشت. لو اتقفشت هشيلها لوحدي. انتوا مفيش عليكوا اي مسؤوليه جنائيه بتاتا. طب والفضيحه؟ انت ناسي ان انت اخونا؟ يا سيدي ساعتها بتبروا مني، وكل عيله فيها الصالح وفيها المنحرف. انا يا سيدي منحرف. لا 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 لا، دي تبقى مصيبه، مصيبه كبيره. يا سعد يا اخويا، مفيش اكبر من مصيبه الفقر والاحساس بالذل والعار قصاد الناس. اتفضل يا اشرف باشا، ده شيك بمليون جنيه. ياه، انت كده بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني يا سامي بيه. يا راجل، دي الناس لبعضيها. بس ده مبلغ كبير قوي وانا مش هقدر اسده. ما تسدوش يا سيدي، اعتبره عربون شغل ولك زيهم كده لو تم المراد. وايه هو بقى المراد كده ان شاء الله؟ تفليته تخليني اهرب من السجن هنا. انا عاوز اسافر بره عشان اجيب الفلوس واحل مشاكلي. هتدفع 2 مليون جنيه عشان تهرب من هنا؟ مش كتير على الحريه. ويا ترى بقى عندك كام قدهم بره مصر عشان تدفع مبلغ زي ده؟ جرايه يا اشرف باشا، انت مقهور ضرايب ولا ايه؟ لو انت الصادق، انا ضابط بوليس وبحقق معاك. رد على سياده الرائد يا سامي بيه. ايه ده؟ ده ردي على عرضك يا سامي باشا. انت متهم برشوه موظف حكومي اثناء تاديه وظيفته، وطبعا في ادله وتسجيلات على الكلام ده، ودي قضيه زياده على اللي عندك يا سامي بيه. كده برضه يا اشرف باشا، وانا اللي كنت عاوز اساعدك؟ عايز تساعدني ولا عايز تستغل ضعفي؟ مش كل الناس حاطين يافطه للبيع على صدرهم. هتوب. مع اني واخده على خاطري منك، بس ما قدرتش ابعد عنك اكتر من كده. رشا انا اسف. خلاص بقى يا سعد، ما تفكرنيش باللي فات، لحسن انا مجنونه واتخانق معاك تاني. لا انت هتقولي لي؟ ده انا اكتر واحد في الدنيا عارف جنانك. كده يا سعد؟ هو انت عليك ما تسالش عليا 3 ايام بحالهم؟ معلش يا رشا، اصل انا ظروفي متلخبطه قوي اليومين دول. ظروف ايه دي بقى اللي ما تخليكش تسال على حبيبتك؟ خصوصا يعني واحنا متخانقين. ما انا كلمتك اول امبارح بالليل. دي مره واحده بس. ايوه، ما انت لما ما رديتيش عليا قلت اكيد نايمه. بصراحة يعني تاني يوم انشغلت طول النهار. اتشغلت في ايه بقى ان شاء الله؟ وانت اصلا واخد اجازة من الشغل. وانت عرفت منين؟ انا رحت لك الشغل وعرفت انك في اجازة. في ايه يا سعد؟ لا مفيش حاجة. لا يا سعد، انت شكلك كده مخبي عليا حاجة. بصراحة بقى وبصراحة اكتر انا عايز افضفض لك، لانك مش غريبة عني وحقك انك تعرفي. في ايه يا سعد؟ اتكلم، قلقتني. رشا، احنا في مشكلة عائلية كبيرة جدا. خير؟ في ايه؟ بعد وفاة بابا الله يرحمه اكتشفنا ان حساباته في البنوك كلها فاضية، وان رهن كل الاصول لصالح البنك. يا نهار اسود، يعني ايه؟ فلسته؟ لا ما فلسناش ولا حاجة، ما احنا اكتشفنا بعد كده ان هو كان عايز يجمع 10 مليون جنيه. يا نهار ابيض، 10 مليون جنيه؟ كان عايز يدخل بيهم صفقة مكسبها 1000%، يعني العشرة مليون ممكن يبقوا 100 مليون. سعد، الفلوس دي كلها؟ هو ده المكسب المتوقع لو الصفقة دي عدت على خير. وإيه اللي مش هيخليها تعدي على خير؟ أصلها صفقة أدوية متهربة، ولو اتمسكت ممكن كلنا نروح في 60 داهية. يا شيخ، فلا الله ولا فالك، ان شاء الله هتعدي وهتبقى زي الفل. يعني انت شايفه كده؟ هو في غير كده؟ طب انت يعني ما ضايقكيش خالص ان بابا الله يرحمه كان بيتاجر في الادويه المتهربه؟ ما يتاجر في اللي هو عايز يتاجر فيه، احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ مش انا واخواتي اللي هنورث؟ اديك قلتها، هتورثوا، يعني مالكوش دعوه باللي كان بيحصل قبل الورث. انتوا ليكوا دعوة، هتعملوا ايه بالورث؟ صدقي صح. هي صح واحدة، ده 100 مليون صح. على فكرة انت كنت شايق قوي المرة اللي فاتت. اعمل لك ايه بس يا نعمة؟ ما انت اللي حلوة وزي القمر بتخلينا اتشاقة. ما قلتليش عملت ايه مع مختار؟ طلب مهلة ستي عشان يقنع اخواته، ربنا يستر. نديم، انا في عرضك، اوعى تلغي العملية دي. لو ليه يا نعمة؟
لو العملية دي نجحت هتعملي ايه بفلوسك؟ يا خراشي، ده انا هعمل حاجات كتير قوي. وانت؟ انا هعمل حاجات اكتر. لا، لو عاوزني في الحلال نتجوز. امال هتفضل داخل خارج عليا كده من غير صفة؟ وحنان صاحبتي لكن رضا الرب اهم من رضا العبد. ايوه نعمة، بس يعني انا ما كنتش عامل حسابي على جواز. ليه يا اخويا؟ وانا مشبهش ولا مشبهش؟ ولا يمكن حنان احسن مني؟ بالعكس، ده انتي قشطة القشط يا نعمة. بس يعني انا ما كانش في ترتيبي ان ابقى متجوز اتنين. هو الجواز بالترتيب ده اسمه ونصيب. وبعدين لو مش عاوز، انا حلوة والف من يتمناني.